قصة حقيقية حصلت في الدولان القديمة حي المظاهر. ده جزء بسيط جدا من القصة اللي حصلت لانتهاكات الميليشيات المجرمة الذي أتوا للسودان من أجل الديمقراطية وغشوا المواطن إنه هم جايين يرجعوا الديمقراطية ويحموا المواطن، لكن عكس الحاجات اللي حصلت. جزء بسيط جدا جدا من الانتهاكات في الأحياء القديمة في أمدرمان، وشاهد العصر الموجود بيحكي لكم الانتهاكات اللي حصلت. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أحكي لكم قصة من مأساة في حي المظاهر، وأنا كنت موجود بجانبها. أخونا ضرب بالدانات وتوفى في الحال، وانقسم على اثنين في النص، انقسم النص، ففتشنا كان عينه ما لقيناه ودفناه والحمد لله ولبيناه. وأنا كنت جوار الجامع، أنا كنت واقف معه قبل دقيقتين من الموضوع، فدخلت الجامع وجيت لقيته واقف في الواقع ومعه الشهيد الثاني محمد الفاتح ناصر، ووقعت فيه دانة في البيت هناك. يتوفوا الاثنين في آن واحد في عند قبل بعد صلاة العصر. فمردين أنا كنت موجود معه جم المنزل بتاعه، فأردت دخلت الجامع بدقيقتين وجيت لقيته سمعت صوت الدانة وصلت النص وناديت ناس الجامع مولانا بتاع الجامع ومعنا فرين، ودفناه في هذا القبر، وهذا قبر الشهيد نور الدين. وعند محمد الفاتح جاء من وقعت برضو دانا في بيته في التقاطع هناك بتاع شبيته، جاء جاري هنا، وقبل ما تقعد قبل ما يصل للمغارب قام ضربته للراج بتاع الدانا دي، الراج بتاع الدانا ضربت نور الدين، فقعد من العصر لحد المساء وده مستشفى النوم وتوفى برضو. وهذا شهداء من شهدائنا في المظاهر، وهذه مأساة حقيقية يعني، وهو القبر موجود قدامكم ومدفون الآن، وهذا منزله وزوجته وناس محمد قسم السيد دي نسابته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، وكل الشباب يعني ضاقوا مأساة في المظاهر وفي حياة العرب، لكن الشباب تم افتتاح المسجد بعد انتهاكات الميليشيا، الحمد لله تنظف. واللي شايفين الكاميرا بيشوف انه شغالين الشباب بيردوا في الحي والمسجد. رسالتك شو للشباب البرة عايشين برا، الناس اللي قاعدين برا يعني في المنطقه لكن عايشين برا، رسالتك شنو لهم؟ والله السلام عليكم، يعني الان حصحص الحق، وانا ارسل رساله للناس الموجودين خارج العاصمه وخارج المظاهر. والله بقول لهم الحمد لله بفضل القوات المسلحه وبفضل ناس العمليات وناس الجهاز، الحمد لله ساعدونا، ونحن الان في نظافه الحي الحمد لله، كل الشباب شغالين، وناشدكم انكم تجوا راجعين عشان تقيفوا معانا، وما فضل حاجه كثيره الحمد لله، الامور ماشيه طيبه والحي نظيف والناس بدات تجي وتطلع وتملك وتجي الحمد لله. وناشدكم بانكم يا جماعه خلاص تجي، يعني ما في حاجه ثانيه الحمد لله.